بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم. ومن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الشريف التالي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وبالعلم والأخلاق ترتقي الأمم في هذه المبادرة المباركة، مبادرة تدريب مليون معلم ومدرب مبدع ومطور مع أمير وهادية. ومن قواعد اللقاء نذكركم دائما أن رابط الحضور للشهادات وإدخال الأكواد آخر لقاء، وعلينا جميعا إغلاق المايك والكاميرا والتفاعل مع الأنشطة ومع الدكتور لهذا اليوم، والتعارف والالتزام بأهداف اللقاء والتفاعل مع المدرب. نعم، بسم الله. اليوم معنا المتحدث الدكتور عبد الباسط عباس محمد في ورشة تدريبية بعنوان الاحتراق النفسي. الدكتور بقى نعرف إن شاء الدكتور الله. عبد الباسط عباس محمد أبو الحسن هو دكتور مؤهل في الدكتوراه في الصحة النفسية تربية خاصة، ماجستير بعنوان فاعلية التدخل المبكر في خفض وعلاج اضطرابات التخاطب والنطق والكلام لتحقيق عملية الدمج لدى الأفراد المعاقين ذهنيا القابلين للتعلم. الدكتورة أيضا بعنوان فاعلية برنامج السلوك في تنمية بعض السلوك التكيف أطفال التوحد. وللتواصل مع الدكتور الأرقام الهاتفية التالية الموضوعة على الشاشة والواتساب أيضا، والوظيفة الحالية استشاري وخبير تأهيل معاقين. نعم، بالإضافة إلى ذلك لديه عدة أشياء نذكرها: رئيس مجلس أمناء معهد النور المكفوفين بقنا، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ابنك للتنمية والفئات الخاصة، عضو بمنتدى شمال أفريقيا للتربية الدامجة بالمغرب، عضو مجلس إدارة الجمعية العامة للمسنين بمصر، عضو مجلس أمناء مؤسسة تأهيل المعاقين بقنا، الإشراف على حضانات كندر بالمؤسسة التمهيدية وكجي 1-2، وفصول الغد المشرق لذوي الإعاقات الذهنية والتوحد والشلل الدماغي، عضو الاتحاد الإفريقي لنشر ثقافة الطفل بتونس، عضو الشبكة العربية للتأهيل المجتمعي بمصر، عضو بالشبكة الإفريقية للتأهيل المجتمعي، وعضو الاتحاد الإفريقي لنشر ثقافة الطفل بتونس. نعم، إضافة: وهو أيضا استشاري الاتحاد العام لرعاية الطفولة العالمي، استشاري ومدرب مهني كامبريدج انترناسيونال، استشاري لجمعية التقدم للأشخاص ذوي الإعاقة والتقدم إدفانس بالقاهرة، مدرب ومشرف دبلومات مهنية ودورات معتمدة من جامعة عين شمس، محاضر دراسة عليا كلية التربية جامعة أسيوط، مدرب بمركز الاحتياجات الخاصة تابع كلية آداب جامعة جنوب الوادي، فاحص أرن معتمد الحساسية الضوئية وصعوبات القراءة، عضو منظمة الإرادة بلا حدود بتونس، ومسؤول بمصر، عضو لجان النادي العربي بقطر، وعديد من الأكاديميات بالمغرب والجزائر. نعم، شكرا أستاذ هادية. والمشرفون عن المبادرة الأستاذة هادية الرياحي، فهي أستاذة لغة فرنسية لديها عدة مبادرات ملخصة في هذه الوثيقة، ولديها أيضا عدة إشارات وبادجات وأشياء أخرى تميز هذه المبادرة. وأيضا معنا الأستاذ أمير المشرف وأحد مؤسسي هذه المبادرة، الأستاذ أمير أحمد سالم الخالف، لديه عدة أشياء، وهو أيضا
من مؤسسي ومحاضري وله عدة شواهد، فالسيرة الذاتية تشهد على ذلك، تشهد على ذلك، فهي مليئة بعدة بادجات وعدة ألقاب. نبدأ لقائنا اليوم مع الدكتور عبد الباسط اللي دايما مشرفنا وبمحاضراته الجميلة والشيقة والممتعة، ومعانا الكل اللي كاتب على الدردشة برضو حاجات زي الكل، أهلا بيكم. ويلا نشوف بقى بإذن الله تعالى مع الدكتور إن شاء الله. تفضل يا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أهلا وسهلا بالجميع، وأهلا وسهلا بالأخوة. ما شاء الله ذو قيمة علمية وقامة، ودائما بنقول كلنا بنتعلم في البعض، ولكن بنذكر بعضنا في بعض الأشياء. يا ريت أستاذ أمير تعرض الفيديو أنا وبحكي دلوقتي اللي مكتوب عليه قصة المسامير. طب لحظة. ما شاء الله الحضور طبعا أثنى وأدى بعد ما في دلو من كلمة الاحتراق النفسي، ولكن هو الاحتراق النفسي عايز أبدأ أنا بقصة جميلة دلوقتي، وأبدأ بالاحتراق الفعلي الأساسي اللي هو بيعمل المشاكل الكتيرة، ومهما نحلها بتبقى لسه أثر المشكلة موجود، اللي هي دائما مع أولادنا من ذوي الاحتياجات الخاصة. دائما الأسرة بتبقى منبهرة بأنها جايها مولود جديد، وبتبقى فرحانة سواء الأب أو الأم أو الأسرة والأسرة الصغيرة والعائلة الكبيرة. هنا لما بيجي مولود بيبقى فرحانين، وفجأة سواء في نفس الوقت أو بعدها بشهر أو بعدها بأسبوع بيفاجئوا بأن هذا الطفل لديه بعض الإشكالية، الإشكالية سواء في السمع سواء في البصر سواء في الحركة، بعدين مستقبلا بيبان في الدماغ، في نمو الدماغ، في الفكر اللي هو الذهن، بتحصل حاجات كتير مع الأولاد. قد تكون هذه المشاكل أساسها أو أسبابها في من الأسرة، سواء قبل الولادة، أثناء الولادة، بعد الولادة، مشاكل طبية بيحصل، مشاكل أسرية بيبقى لها تأثير على الجنين. وفجأة طبعا بتبقى في صدمة وفي إنكار شديد، في رفض شديد من الأسر، فبيحصل عنده احتراق داخلي على أساس أني بيبقى إنكار، لا الولد كويس، لا الولد معرفش إيه، بيتعب ويروف الدكاترة، وفين على ما يقتنعوا أن الولد لديه مشكلة. هذه المشكلة دي بتعمل تأثير وتعمل احتراق داخلي للكل سواء للأسرة، وبعدين هذا الاحتراق بيوصل إلى الطفل، بيوصل إلى المعلم، لأن احنا مثلث زي ما بنقول، هذا المثلث فيبقى في طفل، فيبقى في أسرة، فيبقى في معلم، كل واحد من دول بيحصل له احتراق بس بطريقة مختلفة عن الآخر. عرضنا القصة يا أستاذ أمير. نعم. أيوة حضرتك أشغله. فإحنا هنبص على القصة الظريفة دي ونشوف إيه أساسيتها. طب الآن شغال حضرتك، شوف كده موجود على الشاشة. موجود على الشاشة. تمام، هو موجود بس الكتاب بيتقلب بس، يعني وهذه المسامير كده هو ما جاش الشكل العام. طب لحظة ممكن أشغله من بره، يعني لحظة لأن ما نزلته للباور ما اشتغلش. لحظة. بسم الله الرحمن. مين؟ نعم حضرتك. لا لحظة اشتغلت. هشغل. حاضر لحظة. طب أنا ممكن أصلح لو ما اشتغلش. هيشتغل حضرتك، شوف كده ظهر مع حضرتك. ظهر عندي بس لازم لازم تدوس عليها على اساس تعمل باقي. ايوه شوف القصه دي لما تيجي مثلا بنقص ان بعض السلوكيات
اللي بتبقى عند أطفالنا وبتبقى بعد كده بتأثر تأثير على المجتمع، إن هذا الطفل ده بيصعب إرضائه وبيعمل سلوكيات غير مرغوب فيها وبيأذي الآخرين وبيأذي الأسرة. فالوالد قام بتفكير سليم إن هو كل ما الولد يعمل سلوك يديله مسمار يروح يدق هذا المسمار في الحائط بتاع الجنينة، كل ما يجي يفقد عصبه يروح يديله مسمار يقول له انت عملت مشكلة دلوقتي، لا روح دق هذا المسمار. في اليوم الأول الولد تعصب، بدأ دق 37 مسمار في الحديقة. في اليوم الثاني علم الولد كيف يتحكم، هو مش لازم اليوم الثاني أو الأسبوع الثاني، يعني نقدر نقول بعد فترة بدأ الولد يتحكم في نفسه، وكان عدد المسامير اللي كانت توضع يوميا بدأت تنخفض لأن هو بدأ يتعلم، واكتشف أنه بسهولة تعلم كيف يتحكم في نفسه. وأسهل طريقة اللي هو كان الطاق على سور الحديقة. بعد كده في النهاية الولد أصبح ما ياخدش هذا المسامير من والده ولا يروح يدق على الحديقة لأن بدأ سلوكه يتعدى، لأن هو تعب من مشاوير رايح جاي رايح جاي. بعدين لما راح يبشر أبوه ويخبره إن أنا مش بحاجة لدق المسامير خلاص، لأن أنا الآن بدأت أتحكم في نفسي وما بعملش شيء، قال له خلاص أنت ما دام بدأت تتحكم كل ما أشوفك أنت متحكم كويس هخليك تروح تخلع من المسمار من هذه المسامير كل يوم مسمار. جميل. عشان أنت إيه كنت أعصابك. مرت عدة أيام وتمكن الولد من إبلاغ والده أن أنا قمت بخلع جميع المسامير اللي أنا دقتها، يعني أنا دلوقتي ما بعملش حاجة تأذيك أو تتعبك. قام الوالد أخذ ولده قال له طب تعالى نشوف أنت عملت إيه، أنت أحسنت التصرف لكن في حاجة، انظر إلى تلك الثقوب التي تركت في الحائط بعد أن أنت دقيت المسمار وسحبت المسمار، لن تعود كما كانت، هيبقى في ثقوب موجودة في الحائط. فعشان كده أنت لما بتحصل محادثة بينك ما بين الآخرين مشادة اختلاف بتعمل حاجة سيئة بتقول كلمات سيئة فأنت تركت جرح في أعماقهم مثل تلك الثقوب التي تراها في الحائط. أنت تستطيع أن تطعن شخص ثم تخرج السكينة من جوفه ولكن تكون قد تركت أثرا في جرح غائز، فأنت الأثار دي مش هتشتغل إلا بعد فترة وبعد وقت وبعد معالجة من الزمان. لهذا لا يهم كم من المرات قد تأسفت، مهما تتأسف لأن الجرح ما زال موجود، ودائما جرح اللسان أقوى وأعظم وأعمق من جرح الأبدان. جميل. فإحنا كلنا والأصدقاء دي جواهر نادرة، وهم طبعاً مثلاً بيحبوك بيساندوك بيحبوا يسمعوك في أي وقت تحتاجهم، فاتحين لك قلوبهم، فلابد أن تكون محب للآخر. هذه القصة البسيطة اللي أنا بدأت بيها، وبدأت بإني ولي الأمر دائماً بيحصل عنده الصدمة والإنكار والحاجات إلى أن يصل هنا برضو. مهما إحنا يحصل مننا من تداول هذه الجروح اللي إحنا جرحناها اللي بنتعب فيها الناس اللي بتبقى فيها الاحتراق النفسي داخلي ما بيشالش إلا بعض أوقات كثيرة، لأن زي ما نقول الاحتراق النفسي قد يكون احتراق للمعلم وده ليه أسلوب وهنا هنشوف دلوقتي هنا في الشرح، وقد يكون احتراق للأسرة نفسها، وقد يكون للابن أو الطفل المعاق أو غير المعاق بعد ما يبدأ يكبر ويبدأ يندمج في الحياة وبعد يبقى عنده أدراك وبعد أنه يبقى داخل المجتمع، فبتظهر عنده هذه الاحتراقات
لان هو برضو ان حد شتمه، ان حد عيب عليه، ان حد قال عليه مريض، ان حد قال عليه حاجات ما بتبقاش متناوله للجميع، فبيبقى هنا مدى الاحتراق اللي هو بيشوفه الابن. يا ريت تكون القصه الظريفه دي كده. اخليك على الصوره دي، يا ريت تكون او ارجع للصوره الاولانيه، يا ريت تكون القصه الظريفه دي مع الناس المستمعين قد تكون رساله واصله لكل من يقوم باي تصرف هو او ابنه مع الاخرين، لاننا كلنا هناك احساس، هناك كينونه، لان الانسان لديه انفعالات، لديه احساس، مهما يكن لديه ظروف ولكن هو انسان. لما نيجي هنا نبص على الصوره الاولانيه دي، شوف الاحتراق زي ما قالوا الجماعه المحترمين، اللي كل واحد ابدا بدلو على كلمه احتراق. الاحتراق بيبقى احتراق داخلي في الانسان نتيجه حاجات كثيره، بيبقى الواحد شويه كده عايز يصرخ من جواه عشان يطلع اللي عنده. زي ما انتم شايفين هذه الصوره، الاحتراق اني هنا دائما كل شيء بيحترق، الاوراق بتحترق، الصوره الثانيه. ولكن مهما يبقى في احتراق ما بيبقاش زي الاحتراق للانسان. الانسان اللي هو مهما يكن نفس الانسان، الاحتراق بتاعها بيختلف عن باقي الاشياء. زي ما الاحتراق في الاوراق بيعمل رماد، نفس الاحتراق داخل الانسان بيعمل حاجات داخليه ورماد داخلي، زي ما احنا شفنا الثقوب في القصه السابقه. غير استاذ غير هنا، زي ما قلنا الاحتراق، هناك احتراق اشياء بسيطه سهل انت تطفيها، زي اي احتراق شويه طفايه وبتطفي فيها وانتهى المشكل. لكن الاحتراق اللي داخل الانسان بيبقى لديه جذور، بيبقى لديه مشاكل كتير، مهما يكن بياخد وقت عشان خاطر الانسان يقدر يهرب من هذا الاحتراق. هنا ازاي هنعرف الاختراق؟ لا لسه استاذ امير. شوف الصوره دي، ان ما معناها الدماغ بتتلاشى، الدماغ مولعه، الجسم كله متغادر ان هو يتحكم في نفسه. هنا معنى الاختراق، في ناس كثيره قالت نفس الموضوع ده، هو لا اما ظروف مع وجود الحياه اللي احنا فيها، لا اما مع الثورات اللي احنا فيها دلوقتي من تكنولوجيا ومن تقدم ومن اتصالات ومن انشطه حياتيه يوميه كثيره لا حصر لها، بتخلي الانسان تشكل له تحديا لقدراته. لاني مهما يكن مفيش اغلى ولا اسمن من ثوره النفس البشريه، فلابد يبقى ليها نكون جدير بالاهتمام بهذه النفس ونتصدى لأي مشكلة وأي أزمة عشان ما يحصلش الاختراق الداخلي داخل الإنسان. هناك في ناس يحصل الاختراق الداخلي جنبها وتبقى كتومة، وهذا الكتوم ده أو إن هو ما بيعرفش يطلع من عنده، على أنكم أي مرض عضوي بيبقى أساسه مرض نفسي. فهذه الاحتراقات النفسية بتؤدي إلى أمراض عضوية كتير مع الكتمان ومع عدم الإفصاح عنها، أو إن إحنا دايما بنقول إن اللي معاه مشكلة، اللي عنده مشكلة يحكي مع أي حد صديق، مع أي مجموعة قاعدين عليها، ربما يكون في أحد الموجودين في هذا القعدة، في هذا الاجتماع، سواء في أي مكان ما، يكون لديه حل هذه المشكلة، بدل ما أنت تكتم نفسك وحاسس ان المشكله دي صعبه وان هي ملهاش مسير. لا، كل الناس خلق الانسان في كبد، كل الناس لديها مشاكل، قد تكون تختلف المشاكل عن بعض ولكن اسمها مشاكل. كل ما هو يتنفس من الفرد ويحكي اللي عنده بيلاقي اجابات كتير. وهنا احنا لما نشوف هيربرت لما عمل هذا المصطلح الاكاديمي اللي هو ناقش بعض تجارب كتير، تجارب نفسية ونتيجة لتعاملات وعلاجات كتير مع المرتدين في العيادات بتاعت الأطباء النفسيين، بتظهر هذه المشاكل، وفي منهم بيبقى لها
بعض الحلول، وقد تكون حلول من الجذرية، ولكن الخبرة في هذه الحلول بتؤدي إلى سلميات كثير، بتؤدي إلى حل مشكلات. برضو نيجي نقول هو مجهود ذهني، طول ما أنت عندك مجهود ذهني، هذا المجهود الذهني بيعمل لك احتراق أو بيعمل لك انفعال، فقد تكون الانفعالات والإحساس بعدم رضا والأداء المهني بتاعي أنا حاسس إن هو مش سليم، أو أحد الأشخاص قد تكون بدأ أسمع كلام إني بيقولوا إن أنا ما بشتغلش فيه أو أنا ما بأديش عملي، فإزاي أنا بشتغل والناس تقول ما أديش عملي، فده بيزيد هذا الاحتراق والضغوط النفسية كتير. إحنا في حياتنا الأيام اللي إحنا فيها دي في ضغوط نفسية حوالين الشخص من كل الجهات، فكل ده بيؤدي إلى احتراق نفسي داخل. كمان في بعض بيطلقوا عليه إن هو متلازمة التوقف، بمعنى كلمة متلازمة التوقف إن أنا بكون نشيط، إن أنا بكون بحب أشتغل، وفجأة ألاقي نفسي توقف لأن حصل عندي الاحتراق، وأنا مهما بعمل شغلي مش نافع، أنا مهما أعمل ما عنديش رضا، أنا مهما أعمل ما فيش شكر أو تقبل، فأنا أتوقف. اسمها متلازمة التوقف. قد تكون واحد توقف عن عمله نتيجة الاحتراق الداخلي بتاعه، بس هو ما فسرش أو ما أحكاش، لأن أنا راجل طبيعتي أنا بنخرط في أداء عملي، أنا بعمل حاجات كتير، ولكن أنا أواجه أني هذا المكان اللي أنا فيه مفهوشي إثبات، مفهوشي بعض مدح مثلا، وقد تكون أنا يمكن بهمل حاجات الشخصية. برضو أنا ما عنديش نظر في تقييم الأصدقاء والأسرة والهوايات، قد تكون بعمل حاجات عشوائية، يعني زي ما احنا بنقول قد تكون العيب فيه لا في الآخرين، أو العيب فينا لا في الآخرين، العيب فينا لا في الآخرين. قد أنا بحسب نفسي الأول لما أصدي هذا الاقتراح إن أنا قد يكون أنا في عيب، أشوف نفسي أراجع نفسي، قد تكون الآخرين مظلومين، فقد ممكن أنا لو عدلت عن نفسي فممكن يبقى عندي إصلاح، ممكن ما يبقاش عندي اقتراح، تبقى الدنيا خفت لو أنا في المشكلة، لكن لو المشكلة في الآخرين طبعا بيزيد. طبعا ضغوط العمل يبقى ليها تضارب في الأدوار، زيادة حجم العمل، ممكن يكون أنا عندي عمل كتير مش قادر عليه، ممكن يكون إن أنا بشتغل أكثر من مهنة، أكثر من دور، يعني في موظف في المكتب بتلاقيه شغال كل حاجة، يا إما زملاته مهملين اللي هو محب كل حاجة، فمع كتر الشغل وكل الأدوار بيجي فجأة بيلاقي غير راضي عن نفسه وبيحصل له احتراق داخل. كمان ممكن أنا أكون شغال وفي زميل ليه يبقى مثالي في الأعمال أو يأخد مثلا مكافآت أو يأخد حاجات وأنا ما بأخدش، يبقى عندي برضو نفس القصة دي. في حاجات برضو أنا ممكن أكون عايز أعملها بس مش قادر أعملها، الحاجة اللي مش قادر أعملها دي بيحصل عندي اقتراح داخلي. هنا ضغط العمل بيخلي الموظف اللي بعد سنة يحسب بإن هو عنده أعباء كثيرة وعايز يحققها مش قادر، الوقت قصير، مثلا المصدر محدود، الشغل والمؤسسات كتير والعقود، مثلا من خلال الاستفتاءات والترشيد وأعداد كبيرة من الموظفين والعمالة، زيادة أعباء الوظيفية على الأشخاص في هذا العمل، وإنت عايز تأدي أداء حسن وإنت عايز تعمل زيادة إنتاجك ولكن مش قادر من ناحيتين، ولا قادر تكمل ضغط العمل ولا قادر مع الأعمال كثيرة تعملها، هذا ممكن برضو يحصل لديك اقتراق وإنت بتكون غير راضي عن نفسك أو الآخرين غير راضين عنك، فتبقى مش قادر تعمل أي إنتاج وبيحصل لك أوجاع كتير في الجسم. زي ما أنا توي قلت أي شيء نفسي كلما زاد بيأثر على الأعضاء، فيحصل عندك أنت بعض الأمراض، لأن أغلبية الأعضاء المرض العضوي بيبقى أساسه مرض نفسي. كمان هنا في مؤشرات
اللي هي بتؤدي الاعتراق النفسي، هو ما فيش صلاحية أننا نتخذ قرار لحل مشكلة. أنا عندي المشكلة وقد تكون عندي حلها، بس ما عندي الصلاحية أن نعمل. فدي برضو من الاختلاقات. برضو في سياسة في العمل، في أنظمة ما بتديش مساحة في الحرية في التصرف. لا أنت آخرك كده، ما تعملش غير كده. طب المدير ما قعدش، طب الموظف الثاني ما قعدش، أنا ممكن أمشي العمل؟ لا، رغم أن أنت ممكن تمشي هذا العمل أقوى من الموظف الأعلى منك أو المدير، ولكن بعض التسلسلات، لأن هناك في أمور لابد أن تنتظر التسلسل، ولكن في أمور ما تنتظر، لأن بتبقى مثلا مؤجلة أو موقوفة على خدمة بعض الأشخاص، سواء للسلبي أو الإيجابي. فتبص تلاقي الشخص، لأن التأخير ده حيجيب حاجة سلبية عليه، السرعة حيجيب حاجة سلبية عليه، ولكن الموظف اللي ما عندهوش محدود الصلاحية ده، فيبقى بيحصل عنده هذا الاختلاف. كمان أنا بشتغل كتير وبعمل ساعات إضافية، قد تكون بعمل إبداع في عمل، ولكن ما حد بيقدرني، ما حد بيديني ولا مقابل مالي ولا مقابل معنوي. قد تكون في ناس عايزة معنوي أكتر من المادي، فده بيبقى برضو معاناة بيعيش فيها الشخص، سواء عدم تعبير من المديرين أو من الشركات، أو في حد بياخد الإنجاز بتاعه ويصهر به. فده كله مدام ما فيش تعبير إيجابي وما فيش شكر لهذا عملي، فبيحصل عندي الاحتراق النفسي. كمان برضو عدم الإنصاف والعدل، ما فيش عدل في العمل. زي ما احنا قلنا، واحد مثلا بيتكاسل وما بيحضرش ومقصر، ولكن بياخد مكافآت أو بياخد شكرية أو واخد زي ما قلت واخد حقه. في موظف تاني برغم أنه هو تعبان أو بياخد، وكلمة موظف دي أو زي المدرس، زي المدير، زي الأخصائي الاجتماعي، زي الأخصائي المهني بيشتغل مع الأولاد، ففي حاجات زي كده بتبقى يعني بتعمل مشاكل. زي مثلا ما يكون أخصائي وحاسس نفسه أنه هو شاطر، زي ما قلت العيب فينا لا في الآخرين، والابن معاه ما فيش تقدم. هو التقدم يا إخواني، أنا بعمل اللي علي، ما شايفش التقدم للولد، فأنا بحبط. قد تكون عدم تقدم الولد من الأسرة، الأسرة ما بترعيش، الأسرة ما بترجحش. فدي حاجات إن ممكن يكون الواحد قادر على عطاء وبيدي، ولكن ما شايفش النتيجة قدامه، فدي بتعمل له إحباط أو بتعمل له ما معناها اللي هو الضغط أو الاضطراب النفسي. أو أنا بكون عايز أعمل حاجات، برامج إضافية، عايز أثبت مكانة فنية، عايز أعمل حاجات كتير، ولكن ما حدش بيقدر يشجعني على الحاجات المطلوبة. هنا في 8 حاجات قد تكون هي السبب الرئيسي في الاحتراق النفسي. العمل لفترات طويلة دون الحصول على قسط من الراحة. ناس تعمل كتير وما فيش راحة. غموض الأدوار أو غموض الدور، أنا مش عارف دوري كيف. أنا برضو فقدان الشعور بالسيطرة على مخرجات العمل أو الإنتاج، ما أقدرش أسيطر على المخرجات دي. دايما أنا بشعر بعزلة في عمل وما عنديش علاقات مهنية. زيادة عبء، تعدد المهام، يعني مطلوب مني أكتر من عمل. في واحد بيبقى مع الروتين في العمل والرتابة بتاعت العمل والملل بتاع العمل، ده برضو بيأثر على هذا الاعتراف. في واحد ما عندهوش استعداد ان يتعامل مع اي ضغوط للحياة. يعني زي مثلا ما بيجي الموظف بيقول له انت تقدر تشتغل في ضغط عمل، في عمل زيادة، يعني هل بتستحمل ان تقدر تشتغل، ان اللي بيقدر تشتغل في الضغط ده يبقى بعيد عن الاحتراق. لكن واحد لو حصل عنده ضغط، ده بتلاقيه أول واحد. كمان كل فرد لينا في عنده خصائص شخصية للفرد، يعني أنا بختلف عن ده، ده بيختلف عني، كل واحد بيختلف عن آخر. كلنا لدينا فروق فردية. دائما أنا بقول رحم الله والدي الشعراوي لما قال كلنا 24 قراط، ولكن كل منا في قراط بيختلف عن الآخر. يعني أنا ممكن تكون عندي قراط السمع مختلف عنك، ضعيف، ولكن ربنا أخذ مني قراءة السمع، إداني
هذا القرار زود للباقي ال 23 قرار زيادة السمع. لما نجي نقول الكفيف أخذ منه النظر، إداله زيادة النظر في كل أعضاء جسمه، من بصيرة من لمس من إحساس من كتير. سبحان الله كلنا لدينا فروق فرضية وكلنا متساويين، ولكن هناك في اختلاف بين ده ما بين ده في حاجات، وربنا إن أخذ مني اختلاف بيديني قوته في باقي الأشياء. أنا برضو في يعني زي مؤشرات إزاي بالمؤشر ده بيظهر على الشخص، ونعرف إن هو ده قد يكون لديه احتراق داخلي ولكن مش قادر يعبر. دائما زي ما احنا قلنا دلوقتي، المرض الجسمي اساسه نفسي، شعور الفرد بالانهاك الجسمي، انهاك الجسمي دائما متعب، ببقى عندي فقدان في الطاقه سواء نفسيه او معنويه، عندي ضعف حيويه، النشاط بتاعي والشعور بتاعي بتحديد الذات بيقل. ليه؟ لان اي شيء نفسي بيأثر على جميع اعضاء الجسم. كمان الاتجاه السلبي نحو العمل، يعني في بيبقى اتجاه سلبي، فقدان دافعية نحو العمل، نظرة سلبية للذات والأساس بالذات، عجز فشل، ده برضو بيأثر إلى احتراق نفسي للفرد. زي أنا أتصدى، زي أمنع هذا الاحتراق عشان خاطر أقدر أتماشى في حياتي. هناك تصدي وهناك ما معناها مستويين للجهود، في جهود وقائية. الوقائية تتمثل أنا أدرب نفسي، أعلم نفسي، أختار الشيء المناسب للعمل، لابد أن أستخدم بعض الحوافز زي ما قلنا مادية أو معنوية، يبقى عندي لياقة بدنية وعندي لياقة صحية، ده بيأثر معي وبيشجعني وبيخليني أقدر أنا أتغلب على هذا الأخطر. المعرفة طبعا تحويل أو تحيل الدور، إن أنا أبقى واضح في الحقوق وفي الواجبات وفي المسؤوليات وفي المهام وتوقعات كثيرة عشان أتجنب أي صراع أو أي نزاع ما بين عاملين ما بين موظفين ما بين أسر. لازم أعمل على مناخ العمل يكون متحسن، لازم يبقى فيه فرص لكل شيء، فرص تقدم، فرص ترقية، فرص مكافآت. واحنا قلنا هناك مكافآت، هناك مكافآت معنوية. لازم يبقى عندي مناخ مهني صحي، يعني عندي مناخ صحي عشان خاطر أقدر أعمل مشاركة أكثر، لأن الليونة بتبقى بتفيدنا كثير عن الرسميات وعن الحاجات المركزية. فالليونة أو ما معناها أني أنا بقدر أقدر الآخرين، أقدر أمثل هناك في بعض قوانين لها يعني استفسارات أو ليونة، مش لازم أنا أطبق القانون بحذافيره أو المشكلة بحذافيرها، لكن أنا ممكن أقدر عندي ليونة وأقدر أستعملها بطريق أخرى. لازم يبقى في علاقات اجتماعية إيجابية، لازم أنا أحس العاملين بتاعتي ما عندهمش عزلة، ما عندهمش وحدة. كمان لازم أطور من ذات العمل، أطور من البرامج، أطور من التدريب، أطور نفسية الموظف عشان ما يبقاش عنده هذا الاضطراب. كمان لازم أحقق النمو النفسي السليم، أي مشكلات اجتماعية نفسية أقدر أتكيف معها عشان قادر أعوق التكيف الاجتماعي والتكيف المهني. كلنا لو عندنا بعض المشاكل الداخلية الأسرية بتأثر على عملنا، بتأثر على نفسيتنا. لو حصل عندي أنا تأثير أو احتراق في عملي، هذا الاحتراق هيوصل للنظيري، يعني سواء للناس المتردد عليها في الوظيفة هيحصل عليها الاحتراق ده مني، لو أنا أخصائي هيحصل على ولد جلسته. فكل الحاجات دي لابد أني أنا راعيها، لأني دي بتأثر على الآخرين. كمان لازم أتابع وأنصح من الحالة الجيدة الصحية والنفسية،
لازم أعمل أكثر من حلول لأي مشكلة، لازم تكون نظرتي مش مقيدة بسلوك معين، أحاول أن أبعد عن الحماقة وأبعد عن ارتكاب الأخطاء، أكون شخص ما معناها زي الشخص المحبوب أو الشخص اللي هو بيقدر يعني يتقارب للجميع. دائما أفكر في النجاح، دائما أحس بالشعور بالسعادة لي والآخرين. أي مشكلة تجيني ما خافش منها. ليه؟ لأني كسر المشاكل بتؤدي إلى العمل الناجح. يعني كان في حاجة احنا بنشرحها بنقول أنت تغير في المشكلة ولا المشكلة تغير فيك. المشكلة كل ما أنا حبيت أزيحها عني أو أفكر بشكل، هذه المشكلة بتديني لعمل أروع. يعني المشكلة بتعلمني حاجات كتير، بتدخلني على أكثر من حل. كمان لابد أن أنا أشعر بالمتعة في التعامل في أي وقت صعب، لأني ما معناها فعلا الحياة ليس سهلة، الحياة صعبة، الحياة غريبة، ولكنها ممتع رغم الصعوبة دي ورغم الحاجات دي كلها، فإنها ممتعة. الحتة دي هتخليني أنا أوصل لحتة برضو مثلا عايز أحكي، إني في حاجة إحنا بنقول عليها كن مثل القهوة ولا تكن مثل الجزر أو البيضة. أنا لما تجيني مشكلة ما بقاش قاسي الأول، الجزرة قاسية وناشفة، ولكن لما تجي تغلب الماء اللي هي زي المشاكل تلين يبقى ما عملتش حاجة. البيضة كل ما تجيها مشاكل واللي هي تمثل احنا بنمثلها بالغيران، كل ما نغلي المية على البيضة، البيضة اللي كانت من جوه سائلة بقت يبسة مع المية، المية دي بمثلها بالمشاكل. فما ينفعش انا ليت وابى بعدين كاس، لكن كل مثل القهوة. القهوة لو انا غليتها بالمية بتدي رائحة اجمل، بتدي لون اجمل، والقهوة غيرت المية، يعني القهوة غيرت المشاكل، أصبحت المية لها لون ولا رائحة ولها طعم. تكون مثل القهوة، أنت تغير ولا شيء يغيرها. الصورة الحلوة اللي سوف شايفينها تنتجون لما يكون اللي شوف الاختلاف. يعني إحنا زمان لما نكون نشوف مدرس كنا نخاف من نمشي قدام، شوف النهاردة العكس، إني أنا نمشي قدام مدرسي وقد تكون ولا أعرف، إنما كان في احترام وفي حاجات. فده برضو بيأثر على الأولاد وبيأثر على المدرسين. هنا لما احنا حكينا الأول على الاحتراق النفسي ومشاكله مع مين؟ مع ذوي الاحتياجات الخاصة. هنا كل الاستجابات الجسمية والانفعالية لضغوط الخدمة في المهنة والإنسانية طبعا بيرهقون في الساعي لتحقيق اهداف صعبه، لان انا دلوقتي انا عشان احقق هدف مع ولد من احتياجات خاصه عمليه صعبه مش سهله. فما كنتش الاقي انا رضا في عملي، والاقي نتيجه من الولد، والاقي تشجيع من الاخرين او من المدير او المدرس او غيره، مش هنجح في هذه الخدمه مع الاولاد، لاني كل من يعانون من إعاقات عضوية وذهنية وبصرية وإعاقات متعددة زي أنا قلت الأول تتطلب نمطا خاصا من التعليم ومن التدريب ومن المساندة ومن كل شيء. لو أنا مش راضي عن عملي ومش قادر مش بتشجع و إذن أنا هشعر بالضغط النفسي وهشعر بالضغط النفسي وهشعر بعدم النجاح وهشعر بعدم الفشل. عشان كده إحنا بنقول قد يكون العيب فيها لا في الآخرين، العيب فيها كمدرس، العيب فيها كأسرة، العيب فيها كطالب. لابد أنا أراجع نفسي قبل أن أتهم الآخرين. طبعا هناك علاقة، لابد أنا عشان خاطر أبعد مستوى الاحتراق، أنا لما يبقى تخصص شغلي ما بقاش أنا رجل تخصص في ضيف توحد وأجي أقول أشتغل مع ولد جلسة تخاطب، أشتغل مع ولد تنمية قدرات. لا، لما كنت تكون في تخصصك هتعمل نتيجة. قد يكون المدرب بيشرح أكثر من تخصص، لأنه هو بيديك معلومة وأنت بتعمل الفعل بيها وأنت بتشتغل بخدمتك،
ولابد تتخصص في شيء. ودائما أنا أقول الفرد لابد أن يعرف شيء عن كل شيء في الحياة، ويعرف كل شيء عن الشيء اللي هو هيتخصص فيه. يعني لو تكلمنا عن التربية الخاصة في أكثر من مجال فيها، أنا عشان أشتغل مثلا أخصائي تخاطب لازم أعرف كل شيء عن التخاطب، ولكن بجانبها أعرف شيء عن كل شيء من التربية الخاصة. أعرف شيء عن الذهني، أعرف شيء عن السمعي، أعرف شيء عن الموقوف، أعرف شيء عن التوحد، أعرف ليه، لأني أنا مثلا في مجال التخاطب حتجيني كل الإعاقات دي عايزة لديها مشاكل لغة وكلام، فلما كنتش أعرف الإعاقة نفسها وأعرف شيء عنها مش هعرف أتماشى معها. فلا بد أن أعرف كل شيء عن تخصصي، وأعرف شيء عن باقي الأشياء اللي هي بتساعدني في التخصص. كمان هنا في شغلنا المستوى التعليمي بيفرق، الجنس إذا كان ولد أو بنت بيفرق، بسبب دايما إحنا بنقول شغل التربية الخاصة إلى سيدات أكثر من الرجال، لأن السيدات طبعها الرحمة، طبعها حاجات كتير، بطبعها اللي ممكن تقعد فترة كبيرة من الوقت، لكن قد تكون الرجل أخف كتير من الست، ما عندوش الوقت الكافي يقعد شوية يتحرك حاجة، لكن دايما إحنا بنقول الجنس والأنثى يبقى أغلبية عمل في التربية الخاصة من وبالذات الجلسات. كمان كل ما يكون عندي خبرة في هذا المجال، كل ما بعرف كل أنواع الإعاقات، لأن الحاجات دي بتديني قوة، وما زال بتديني قوة عمري ما أجد احتراق النفس، عمري ما أخاف عن أي شيء موجود. ليه؟ لأن أنا عارف نفسي بعمل إيه، وماسك نفسي، وعارف شغلي، واقف على الأرض صلبة، عمري ما هاهتز في يوم. كلنا ممكن نخطأ، ولكن بتبقى أخطاء بسيطة، لكن لما يكون واحد المستوى بتاعه مش مظبوط، الخبرة بتاعته بسيطة، ما عندوش دراية عن كل شيء، فلابد إن ده هيجي وقت يحس أو يفشل في عمل فيه فيحس عنده هذا الاحترام. طبعا لو احنا بحثنا اغلبتها هي الضغوط المهنيه بالذات، ان اي واحد ما بيحصلش او ما بيعرفش اتقان مهنته بتبقى سبب رئيسي في احتراق النفس بتاعه. وفي مجال لابد ان مهما يكن اي فرد يصاب هو نتيجه لمعاناه من الضغوط النفسيه، واغلبيتها بتبقى عن ظروف العمل. طيب انا حكيت لو انا ما عنديش خبره هيبقى ضغط نفسي علي، لو انا بشتغل في غير تخصصي هيبقى ضغط نفسي علي، لو انا ما بشتغلش برنامج جديده، وهناك بعض البرامج اللي قد تكون عدى عليها فتره او حصل حاجه احدث منها هيحصل عندي هذا الاسباب الاضطراب. هنا برضو في اسباب تانية، ودي بتاثر كتير على الناس، وانا بحتاج ابدا طول ما أنا بشتغل فترات كبيرة وما فيش راحة، دايما يعني مثلا الويك إند ده مهم جدا، سواء في نفس اليوم أو على مدار الأسبوع أو الشهر. أنا لما بشتغل مثلا من الساعة 8 للساعة 4 للساعة 3 للساعة 5 متواصل صعب، ولكن لما أشتغل من الساعة مثلا 9 أو من 8 لغاية الساعة 12 وأخذ مثلا ساعة راحة وأرجع تاني هكذا. حتى إحنا بننصح الأخصائيين أنا ما اشتغلتش الجلسات مع الأولاد وراء بعض، لابد أن يبقى في فترة ولو 5 دقائق بين كل جلسة والتانية عشان أفصل من الأولى وأبدأ في التانية. كمان هنا برضو الشعور بأن أنا ما بقدرش أسيطر على إنتاجي ومخرجاتي، دائما شعوري بالعزلة، بيبقى عندي مهام كتير زي ما قلناها، كل الحاجات دي بتأثر على الشخص نفسه. معايا انتوا ولا؟ نعم مع حضرتك. فهنا احنا كمان لما تيجي ندور في هناك بعض استراتيجيات كتير لهذه الخدمه، فيها ما قبل الخدمه وفيها اثناء الخدمه. يعني انا لما اكون مثلا اثناء الخدمه واتعامل مع شغل كثيف، مع خطوط متلازمه مع بعض متوفره،
أقدر مثلا أعمل برامج دراسة وتدريب، وكل الحاجات دي أظهرت إني خلال السنة الأولى من التحاق الفرد بالمهنة لابد أن يكثف، ولابد أن يكون عنده برامج تدريبية وقائية على أساس إن هو يقدر يتمارس في العمل. والحاجات دي باتباع العداد في حياة اسمها الواقعية في الخدمة، يعني زي التركيز، التوازن بين العلاقة مع الطلاب أو مع التلاميذ أو مع الموظفين في العمل، يبقى في توازن. كمان لابد أن أدرك معنى النجاح والفشل، يعني إيه يعني المفشل، إيه اللي بيحصل، ويعني إيه يعني لما ينجح إنه هو بيفشل. تشمل علي في العمل ما كنت حاجات فرقين، لازم أن تكون رب جديد خاصة قادر على ضغوط العمل في حياته، تتحكم في هذه الضغوط وإنتهتها، جاي أدرك وأستخدم الوقت بتاعي بكفاءة. الناس تضيع الوقت بتاعها وبتاعها تشتغل، تقول لك أصل الوقت مش مكفيني، ما أنت ضيعت في بعض حاجات فكنت مكفيك. أنا لو محتاج دعم الصوت بعيد يا دكتور شوية معي. بعيد؟ طب أيوة شوية بسيط. برضو أنا لابد إني أكون دائما أطلب المساعدة وأطلب الدعم من زملائي، لأن كلنا بنتعلم من بعض، مفيش حاجة إن أنا أعرف الشيء، لأن كل منينا بتيجي، يعني ممكن يكون زميل لي عنده موضوع جديد وأنا لسه ما وصلنيش، فمش عيب أنا لما تكون أخطأت في حاجة أو فشلت في حاجة أستشير بعض زملائي، أخذ منهم دعم، أخذ منهم مساعدة على أساس إن أنا أقدر أتماشى. لابد إني في أوقات أعمل نفسي استرخاء، لإني أنت لو كده قعدت في بعض هدوء أو نظرت إلى شوية أشجار أو نظرت إلى بحر أو مية أو صورة جميلة، هذه الصورة الجميلة أو شيء جميل بيأخذ منك الطاقة السلبية ويعطيك طاقة إيجابية، فده اسمه تغيير. هذا التغيير لابد أن يكون، ده أنت حتى لو داخل عملك، لأن عملك فيه جنينة، لو بصيت على الجنينة 5 دقائق وبصيت على صور الوحيه، فدي اشتغل نفسك في حاجات ترفيهية. النهاردة اللي بيروح أنت في الأسبوع مرة أو مثلا كل فترة يروح لرحلة، يروح لبتاع، بتتغير الدنيا معاه وبتغير النشاط بتاعه وبيقدر إن هو يعمل حاجات دي. فهنا لابد أن نركز على المعالجة الشخصية لنا من الاحتراق، وقد تكون أغلبية الشغل اللي أنا دائما بتمم عليه أو بعمل إيه الاحتراق النفسي مع العاملين في التربية الخاصة، لأن شغلهم صعب شوية، فلابد أني أهتم بكل الحاجات دي وأشوف الحاجات الواقعية والأهداف اللي أنا أقدر أنفسها. لو في هدف ما أقدرش أنفذه أبعد عنه عشان ما يعمليش إحباط وما يعمليش فشل. لابد أكون دائما التواصل مع زملائي، مع أفراد أسرة، مع مجتمع، كل الحاجات دي إن أنا أتواصل معها اتصال مباشر، يبقى لي علاقات جيدة مع الكل، وأزاول زي ما أنا قلت التمارين الرياضية أو الفسح أو تغيير الجو، يؤدي إلى أشياء كثيرة بتشيل منك حاجات كتير. أنا في نقاط إدراكية برضو مهمة، لابد أننا أستطيع أوجد فرقا بين كل شيء، لابد أن نستطيع أن أجد الكثير من الحلول، ما حطش المشكلة حل واحد، لابد أن يكون هناك عندنا أمل وأمل وأمل. أعتبر ذاتي ومسك نفسي بأسلوب معين، ممكن أعتبر خطأ، لكن لابد أن أتصرف مش بحماق، أتصرف بشيء كويس، دائما أفكر في النجاح وأشعر بالسعادة، أطرق كل الأبواب الجديدة، كل الأبواب الجديدة أطرقها، لأن كل يوم في جديد. هنا برضو لو حبينا نخفف هذه المعدلات، زي ما احنا برضو الكلام يعتبر متراكب على بعض، يجب ان المدير بتاعي يشجعني، يحفزني، يوديني دورات تدريبية، يوضح لي بعض الأمور اللي قد تكون انا ما شايفهاش، يوفر الظروف النفسية والمساعدات للعاملين بتاعته. كمان اذا في تقدم من البرنامج المتعلقة سواء الجديدة او السابقة،
هناك في برامج سابقة قد تكون أهملت ولكن مهمة في حياتنا ونقدر نعمل سيطرة عليها. أغلبية الكلام ده طبعا أنا قلته اللي في باقي الحاجات دي عشان ما يبقاش كلام متكرر. الخفض والحاجات دي كل يعني إيه عشان ما يبقاش متكرر يقول لك ده إيه متكرر شريحة تاني. فهنا دايما في النهاية أنا بحب أوجه اللي بنقول كلنا بنتعلم من بعض. قد تكون الطفل أو الأسرة أو زميلي اللي علمني حاجات أنا مش عندي، لابد أن أنا أكون دائما طول ما أنا عندي رضا عن عملي يبقى إذن هذا الرضا عن عملي حينتقل لرضا الآخرين علي. عشان كده احنا بنتكلم أن أي احتراق نفسي داخلي مهما يكن أقدر أنا أتسيطر عليه، أقدر أنا أشوف العيب فين الأول عندي ولا عند الآخرين، أقدر أخطي هذا الحاجز عشان ما أثرش على صحتي الجسمية وصحتي البدنية أنا وغيري. ودايما أكثر الأطباء أو أكثر الباحثين أو أكثر ما شفناه في حياتنا إن المشكلة النفسية هي أسباب المشكلة العضوية، لأن العضو مكنة طول ما يبقى عليه الضغط الشديد لابد إن هو يحفظ. فالنهاردة 90% أو 100% أو أكثر أو أقل إن مشاكلنا الجسمية أغلبها مشاكل نفسية مع الكتم مع الحنان مع الاحتراق الداخلي مع عدم الرضا من النفس من اللي أنا بحس نفسي فشلا. ولذلك دائما إحنا بنقول اللي يفشل هو اللي حينجح، بيفشل مرة واثنين وثلاثة وبيقابل فصل الفشل ولكن في النهاية بينجح. أما اللي بينجح من أول مرة بتاخذ النجاح بعد كده وتاني مرة بيفشل ما بيعرفش يحقق النجاح. فهناك لابد إن إحنا لابد يكون عندنا هذه الاعتراقات، ولكن هذه الاعتراقات بقدر، هذه الاعتراقات أقدر أنا أسيطر عليها مهما تكن، لأن كلنا لدينا قدرة ولكن قد تكون القدرة باختلاف لأن كلنا لدينا فروق فردية. وأشكر كل الناس اللي سمعيني وإن شاء الله أكون أفدت أو بعض كلمات وصلت للأشخاص. يا سلام تسلم. والله احنا دايما بنستمتع مع حضرتك باللقاءات الطيبة والجميلة دي، جزاك الله كل خير. واحنا الحضور الكريم لو اي استفسار من الدكتور هو عنده استعداد يعني في اللقاء او في اشياء تخصه برضو لانه هو متخصص زي ما شفنا في صعوبات التعلم ممكن يتكلمنا عنها، عندك التوحد وحاجات جميلة للمعاقين، يعني كل اللي عنده مشكلة او شيء عنده اولاده ممكن يستفسر منه هو ما بيقولش حاجة وبيقولوا لك. شكرا يا دكتور جدا جدا، والمحاضرة يعني قيمة ومفيدة، جزاك الله كل خير. وبنشوف كمان لو حد عايز يسأل سؤال ويرفع ايده عادي، الامور طيبة. قبل ما نقفل ونشوف بنقول لحضرتك ده شهادة تقدير مننا ودي اقل شيء لحضرتك. تقديري لدى المستمعين وتقديري الاستفادة للجميع. تمام، الله يبارك فيك. معنا الدكتورة جميلة بتقول لحضرتك سؤال، ممكن تفضل يا استاذة جميلة، افتحي المايك من عند حضرتك، افتحي المايك. ألو، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، كيف حالكم؟ الحمد لله. الحمد لله. أنا والله مش مالي سؤال، بس أنا بجد أنا عايزة أشكر الدكتور عبد الباسط، أقول له أنت أيقونة. أيوة. ما شاء الله تبارك الله، من أجمل المحاضرات اللي أنا بسمعها، لا أحس بملل، لا أحس برغبة في أني أطلب الرابط، يعني أريد المحاضرة تكون فترة طويلة، ما شاء الله عليه. أنا بحب أشكره بس مش أكتر من كده. العفو. ما شاء الله عليك، يعني بصراحة ما شاء الله بحر غزير من العلم، يعني أنت كتال مشارك المصريين بأمانة الله. أيوة كريم. الأستاذ أمير عارف أن أنا بحب أحافظ على معاد معين. قد تكون عشان خاطر كل ما يبقى وسع بيبقى في مد للمستمعين، وقد تكون المحاضرة دي ممكن أشرحها في مكان تاني ساعتين، ولكن الساعتين لما يكون حضوريا يقدر يستريح يقدر يروح. لكن الحاجات دي ان احنا سامعين بعض لو طولنا عن اكتر من لازم هتلاقي الناس انتباهها هيضيع، هتلاقي الناس زهقت،
بحب اختصر واضغط اضغط المعلومات. والله يا دكتور مع احترامي لحضرتك ومع احترامي لكل المحاضرين، انت الوحيد اللي لا اشعر بملل معك صراحه. يعني اتمنى المحاضره مش تبقى ساعتين اربع ساعات. والصراحه الدكتور امير والدكتوره هديه ما متقصرين بصراحه في اي شيء. يعني انا كل يوم ادمنت محاضراتكم، اصبحت مدمنه ليها. الله يكرمك، جزاكم الله خير ويدي يعطيكم الله كل الثواب وكل الاجر، وتحملونا والله يجعله في ميزان حسناتكم. شكرا لكم. الله يبارك فيك. شكرا. كل عام وانتم بخير. انت بخير ان شاء الله. بتقول لي حضرتك حد، احنا مبسوطين جدا بارك الله في حضرتك وعايزين محاضرة عن صعوبات التعلم، فهو كان حضرتك حرطها بس ممكن نجيب واحدة تانية عادي يعني. عيد الكلام ده تاني. بتقول لحضرتك عاوزين حاجة عن صعوبات التعلم. حاضر ان شاء الله. حاضر. الله يبارك فيك. صعوبات التعلم شاملة، كل صعوبات بما فيهم الضوء، بما فيهم اللي زي ما شاء الله. يعني في أخت زميلة من القاهرة شرحت صعوبات التعلم اللي أنا قلت لك تنزل دي، حاجة ما شاء الله. يعني كانت وافية وكانت ما شاء الله. نعم نعم، احنا عرضناها قبل كده على القناة فعلا. لأن برضو كل متحدث بيبقى دي رؤية تختلف، بيبقى ليه تختلف، فنعمل لكم واحدة عام بإذن الله تعالى. تعرف يعني بقول ما اقدرش اقول لك لا، بقول لك حاضر، ولكن طول جاهز دعمل، لكن ان شاء الله خير بإذن الله. لا بقى وشوف حضرتك اللي انا كنا بعتينه اي محاضرة تانية عادي، وبعدين نبقى نشوف المحاضرة دي بعدين شوية كمان. الدكتورة كاميليا اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بشكر حضرتك جدا يا أستاذ أمير على مجهوداتك الرائعة، ومن جد شكر خاص جدا لحضرتك والقائمين على المنصة. الله يكرمك. الله يسعدك دكتور عبد الباسط، المحاضرة يعني فوق الرائعة، ممتازة جدا جدا، وأنا يعني بتقدم بالشكر الخاص كمان لحضرتك. أنا عندي سؤال خاص بالتوحد. اتفضلي. عندي حالة تعاني من فتر الكنديدة. من إيه؟ من فتر الكنديدة. تم لها التحاليل والتشخيص وكل شيء. الحمد لله صاير لها عام وبدأت تتعافى. لكن البنت حالة توحد كامل غير ناطق. حضرتك معايا؟ غير ناطق. مع الجلسات مع العلاج المعرفي والأشياء هذه كلها اللي تعرفها، البنت بدأت تصدر مخارج للأصوات، بعض الحروف، حرف الباء، الميم، التاء. كذلك يعني من خلال شهر بدأت بعض الكلمات، قالت ماما، بابا، قالت فوق وتحت. للأسف هي متأخرة، عندها 9 سنوات ونص. 9 سنوات ونص. طيب في مشاكل عندها في جهاز الهضمي، إمساك دايما، إسهال، روائح كريهة؟ أبدا أبدا ما عندها ولا شيء الحمد لله للحين، يعني ماشية على العلاج وما عندها أي مشاكل. بس يعني فقط ماشي على العلاج دلوقتي. ماشي على العلاج يعني ايه، بس المشكلة عندها اللي هو تأخر النطق. حضرتك فاهم عليا؟ حاولنا معاها يعني صاير لها الحين شهرين. جهاز النطق كافية. جهاز النطق اسمه جهاز كامل. السنان من جهاز النطق، هل هي سنانها سليمة ولا لضيع بعد مشاكل في السنان؟ هل هو سقف الحلق بتاعها سليم ولا عنده مشاكل؟ كل شيء الحمد لله، حتى الوصلة، الخيط يعني الوصلة اللي ما بين اللسان والفم علشان تقدر ترفع لسانها مثلا تتكلم وتقول حرف الله أو رابط اللسان. رابط اللسان متواجد وما شاء الله سليم وكل شيء تمام. المخ، لأن زي ما أقول لك الجهاز الكلام ده بيبدأ فيه بؤرة المخ، بيبدأ بشفتين
بالسنان، بسقف الحلق، باللسان، اللي عليها حاجات كتير، بالسمع. طبعا هي دلوقتي سمعها كويس. هل تعمل، هل بتاخد حاجة للمخ والأعصاب ولا لا؟ لا للأسف هي عندها الضحك الهستيري. ومع ذلك والدها متحفظ جدا. طب عملوا لها سميدة تحليل معادن ثقيلة؟ تم، وتم التعالج والتخفيف منها تماما. لا، بتحليل المعادن، الدم ما بيجيبش كل المعادن، ولكن هناك حاليا احدث حاجه، عشان كده بنقول كلنا بنتعلم من بعض، هناك تحليل بالشعر، من الشعر وبالذات من شعر الخلفي من الدماغ لو اعلى بيتاخد شعر من هذا الفرد ويتعمل له تحليل معادن، وبيجيبوا الفيتامينات والمعادن الثقيله بتيجي بالظبط، لان سبحان الله شعرنا بيتغذى من سميات الجسم، من الزئبق ومن الحديد والمغنيسيوم والالومنيوم والكلام ده كله. لو الشعر اثبت ان ما فيهوش النسبه دي تبقى اذن في الجسم، فالنسب المعادن الثقيله اللي في الجسم بتؤدي ان الولد يبقى فيه تاخر كلام، بيتؤدي ان هو ممكن ياكل اشياء غير مرغوب فيها، بتؤدي الى حاجات كتير. عشان كده انا بقول لك الجهاز الهضمي سليم ولا في مشكله؟ في حاجات دلوقتي ظهرت، في حاجات ظهرت دلوقتي مكملات غذائيه. مكملات غذائيه دي بتخش على خلايا الجسم وتعمل تنظيفها من السميات، من السميات الموجوده فيها، تزود نسبه الاكسجين، بتؤدي الى نتائج سريعه شويه. تمام. ممكن انت دي لو عايزه تبعتي لي تقرير، انت البنت دي تبعك ولا بنتك ولا تعرف؟ لا، حالة عندي. حالة عندك؟ ممكن الأسرة، يعني حالة من زمان عندك؟ ايه، صاير لها فترة. يعني تعرفي كل المعلومات عنها؟ اكيد. طب لو بعتي لي تقرير عن هذه المعلومات، وممكن اقول لك لو في جزء من المكملات الغذائية، ودي بتبقى انت عارفة اولادنا البكتيريا الضارة اللي هي داخلة معاه أكتر من البكتيريا النافعة عندها، فهو مشاكل البكتيريا الضارة دي هي اللي عاملة كل المشاكل دي من زمان. يعني هي لو من زمان أخذت على تنشيط البكتيريا النافعة وتقليل البكتيريا الضارة بعد المشاكل دي، كان بيجي سرعة في الاستجابة بالنسبة للنطق وبالنسبة للكلام وبالنسبة لباقي الجسم وبالنسبة للحالات اللي هستيرا انت بتقول عليها، ده سلوك غير مرغوب فيه. ما معناه يعني تمام. وسائل التواصل بتاعي ابعث لي، ولو قدرنا نعمل شيء تحت امر. الله يبارك لك يا دكتور، معلش انا اسف اني طولت على حضرتك. لا 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 تفضلي. لا لا، الله لا. يسعدك يا رب. هل يعني اذا والدها يعني متحفظ جدا وما يبي يسوي لها علاج طبي، يعني ما يبغي يعطيها ادويه، فانا قلت له يعني صعب ان الضحك الهستيري يتوقف. احنا دايما بنقول الاطباء اولا، ده رقم واحد، وبعدين بنقول للطبيب ان في حاجات تاهيليه وحاجات غذائيه، لان الاولاد دول اصبح علاجهم سلوكيا وعلاجيا اكثر من دوائيا، لان الدواء بينفع في حاجات وبيتعب في حاجات، او استمر على الدواء ما خدش. لكن المكملات الغذائيه او العلاج السلوكي اللي احنا بنقول عليه تعديل سلوك، تعديل ترفيهي، هو اللي بيخليها نتيجة أكتر. تمام يا دكتور، الله يسعدك ويبارك لك يا رب. الله يسعدك، يا ليت حضرتك ترسل رقمك الخاص عند الدكتور أمير. موجود عنده كل التواصل بتاعتي عنده. الله يسعدك يا رب. دكتور يا موجود هنا. لا انا بقول يعني انا مديله تسريح ان اي حد ما تاخرش عنه. تسلم. موجود على الشاشه. موجود على الشاشه دكتور امير. لا. الله يسعدك. تسلم. شكرا يا ست الكل. معانا الاستاذه عليا بتقول لحضرتك عندها في بنت، يعني اخوها مولوده صار عندها نقص اكسجين، وحاليا عمرها 3 سنوات، وما تتكلم وتهز دايما في راسها وتنظر دايما في السقف، هل هذا يعني دي يعني حالة توحد؟
والله ما نقدرش نحكم حكم عشان كلمتين اتنين. هي سقف هي بتبص للسقف ده جزء من السمات التوحد. عدم الكلام برضه جزء لان في ناطق وفي غير ناطق. ولكن التحليل هي بتقول حصل لها نقص اكسجين. نقص الاكسجين ده ادى الى تلف احدى الخلايا في المخ. نعم. هل تلف المخ ده قد يكون في بؤرة الكلام، في بؤرة السمع، في اي بؤرة تانية؟ لازم يتعمل تشخيص صح مع ولي الامر في خلال هذه الثلاث سنين. هل ولادة قيصرية؟ هل دخل حضانة؟ الحاجات دي كلها. هل اخذ أدوية؟ الحاجات دي كلها طبعاً بتبان أو مؤشرات في التشخيص. فده لابد أن تبقى في تشخيص صح لو عندها مثلاً في البلد اللي هي موجودة فيه. وأكيد هي البنت دي راحت مركز من المراكز. قبل ما نقول صح. نعم. الصوت راح يا دكتور. الصوت بعيد يا دكتور. معايا يا أستاذ أمين. الصوت بعيد شوية. سامعك بس الصوت بعيد يعني. يا سمير. ايوه تمام كده تمام. لابد ان يكون التشخيص صح، ما نقدرش نظلمها الا اذا قرينا تقارير صح او عرفنا ما هي اللي بتعمله البيت. دايما بنقول ثلاث حاجات بتبقى بالبلدي وبتبقى واقعيه قبل ما نحكم على التوحد، ان الولد لاما كان بيتكلم ومنع الكلام او والد من بدري ما بيتكلمش. الحاجة الثانية عدم تلاقي العين بالعين اللي هي النظرة العاطفية، ان الولد ده ما عندهوش استجابة او اجتماعيات، ان الولد ده بيعمل حركات تكرارية ما معناها سلوك غير مرغوب فيه، بيضرب، يعور نفسه، يعور الاخرين، بينظر للحاجات الدائرة زي مروحة على طول، زي لعبة، زي حاجات كتير زي كده بينظر لها وما بيسيبهاش. فده لابد، بجانب ان احنا برضو بنحكي ان العلاج الغذائي او البنت دي الصحه بتاعتها ايه. كل ما هناك في امساك كتير او في مشاكل في القولون، هذه المشاكل بتؤدي الى ما معناها نقول بترفع عفونات، بعلوم اخذ في التعبير، بتعمل تبنيج للمخ، المخ بيتبنج ما بيقدرش يسيطر على نفسه. فلا بد ان نعالج اذا كان في مشكله في القولون، اذا كان مشكله امساك، اذا كان مشكله روائح كريهه في الاخراج، إذا كان هناك لديه معادل ثقيلة، إذا كان البكتيريا الضارة في المعدة كتير وعايز علاج. كل الحاجات دي بتأثر على الشخص. نعالج دول فنقدر نحكم على هذا الولد. نعم شكرا جزيلا. لو في حد تاني يريد يسأل الدكتور ولا شيء؟